الحكاية بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أعمل خلطة حلوة وبسيطة ما فيهاش افتكاسات كتير. أول حاجة عندي بجيب معلقة سمنة بسم الله الرحمن الرحيم كده، ومع معلقة السمنة دي بجيب بصلاية حلوة الأول بسم الله، يبقى سمنة وبصل الأول شوحهم شوية معهم فص ثوم عشان أخد ريحة حلوة كده كده، ونقلبهم مع بعض ريحة لطيفة. واجي اروح اعمل ايه بقى؟ جايب عندي معلقه صلصه طماطم مش كتير، ادي واحد ادي اثنين ثلاثه، يعني نقول معلقتين، معلش معلقتين كبار اللي هم اربعه صغيرين. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب وهجيب عليها كمان تست حلو كده في المره، اخد تاتش هريسه. حلو الكلام؟ تمام. قلب حاجتي في روائح لطيفه كده عفوا، وهاجي اروح اعمل حاجه حلوه جدا عشان ادوب الكلام ده. بص يا فندم، انزل عندي بالمرقه بسم الله الرحمن الرحيم. طب لو حطيت الرز على طول هقول لك مفيش مشكله، ولكن هيكلكع شويه وهيتعبنا شويه في التسويه بتاعته، هيبقى فيه الصلصه مكلكع شويه. انا خلاص حطيت الحاجه اللي انا عايزها كلها، مضرب لطيف وادوب كل حاجتي كلها. شايف المنظر؟ عشان تبقى مرقه ما تبقاش الصلصه دي مكلكعه او الهريسه مكلكعه. ومظبطين المرقه واخدينها منين؟ واخدينها من ديكور روم لو امكن، ما كانش موجود لسه. هحط عندي مكعبين مرقه خضار حلوين، اعمل بيهم مرقه كويسه، ده لو ما عنديش مرقه الديكور روم. واقلب كويس جدا 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 جدا، والافضل طبعا تكون مرقه الديكور روم. حلو كلام؟ طب هنحط ايه تاني يا شيف؟ والله هنحط حبه بهارات حلوين بقى ندلع شويه الدنيا. كده بهار مشكل لطيف، وفي عندي كمان حبه ملح. تمام، وكمان حبتين حبهان لطف، وشكرا على كده زي الفل. ادي الخلطه لطيفه جدا. وجيب عندي كيس الرز كده مغسول ومتصفي كويس جدا، وهبدا اروح مساوي اموري كده برضو. وخد من الحته الاخيره كمان بقى معلقه زبده او سمنه، خلينا زبده سمنه مفيش مشكله، كمان تبقى كده ايه على الوش كده ملمعه الامور. وبكده يكون الرز خلصان وزي الفل، نغطي عليه ونسيبه يعيش حياته. طب الخلطه ايه بقى يا شيف؟ طاسه حلوه فيها سنه زيت بسيطه، وزيت اهو، كبد الفراخ او كبد الديك اللي عندي حبه زيت شويه، واجيب عندي كبد وانزل بيها بسم الله على طول. كبد فراخ، كبد الديك الرومي، اي حاجه انا عايز اشتغل بيها، كبد بتلو، كبد دان، اي حاجه. شوحهم مع بعض شويه. حلو الكلام؟ واعمل لهم طشه حلوه وريحه لطيفه بفص توم في البوله دي كده، لكني بعملها اسكندراني. واديها تاتش هريسه، وهديها بق خل صغنن، وهديها عصرة ليمون لطيفة كأني بعمل كبدة اسكندراني كده، و سن البهار و سن الملح، وادوبهم مع بعض وهنزل بيهم على طول. تشويحة حلوة، يبقى احنا عملنا كبدة كده متشوحة كأنها اسكندراني كده. أي كبد عندي؟ حلو كلام كده، استوت. خلاص استوت. طيب وبعدين يا شيف؟ والله خلاص افندم، واسفين جدا للتاخير للتليفونات. حاضر عينيا الاثنين. ريهام هاني صباح الفل. صباح النور، ازيك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلم ايدك على الحاجات الحلوه. الله يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبين، ربنا يعزك. نتعلم من حضرتك دايما الاكلات الحلوه. العفو يا فندم، تحت امرك، كلك ذوق. الامر لله. انا معايا ادم 4 سنين ونص اهو، ما شاء الله. عايز يكلم حضرتك. ما شاء الله. بس اقول له بقى عشان مش برضه ياكل خالص الخضار ولا اللحمه. ما هو مش هيجي البرنامج كده. لا ما انت قول له بقى. لا هو عايز يكلمك وعايز يجي مع حضرتك. معاك. اتفضلي يا فندم. قول الو. الو. يا قدوم صباح الفل. الو. هلا. ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ ازيك. انت اسمك ايه انت؟ الحمد لله. الحمد لله. بتحب المطبخ؟
اه عايز تيجي معانا البرنامج؟ ها؟ اه عايز تيجي البرنامج؟ لازم تكون بتاكل خضار وفاكهة كويس. قول له تعمل ايه؟ ما ينفعش رز سلة. بتاع ايه؟ رز سلة. طب حد يا جماعه يساعدني. بعرف اعمل فول سالاد. ماشي الكلام. طب يلا حالا في الكنترول سجل بياناتك وتنورني ان شاء الله، بس لازم تكون بتاكل خضار وفاكهه. ماشي؟ ماشي يا حبيبي، ربنا يحميك يا رب. يا فرح. الو فرح هانم. الو صباح الفل يا فرح، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا جميله؟ عامله ايه؟ ايه؟ اخبارك ايه يا جميله؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ الو انت عندك كام سنه؟ عندي 12. وايه اخبارك في المطبخ؟ الحمد لله. ايه بقى؟ هتجيلنا البرنامج تعملنا اكل ولا تاكلي بس؟ ايوه نفسي اطلع مع حضرتك. تعملي لنا ايه بقى لما تيجي مع حضرتي؟ اللي انت عايزه يا حبيبه قلبي. عايزك انت تكوني كويسه وجميله دايما. بتاكلي خضار وفاكهه ولا لا؟ اه شطوره. طب اشطري كده بقى وتعلمي طبق حلو من ماما عشان تنوريني ان شاء الله. ماشي؟ ماشي. اختي فريده عايزه تكلمك. حاضر يا فريده. الو. صباح الفل يا فريده يا جميله، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. انت بتعملي ايه في البيت انت دلوقتي؟ انت بتعملي اكل ولا ايه؟ مش بعرف. ليه طيب؟ هتيجي تعملي ايه في البرنامج طيب؟ اعمل مكرونه. طب هستناك. ربنا يحميك يا حبيبتي، خلاص مستنيك ان شاء الله، تنوريني ان شاء الله. افندم بلال. صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا شيخ. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله بخير؟ كل سنه وحضرتك طيب. الو؟ ايوه سامعك يا فندم، اتفضل. ايه الحلقه الجميله دي يا شيخ؟ ربنا يعزك يا فندم، كلك ذوق. تسلم. يسلم ايدك. اشمر واجي ولا ايه؟ يا فندم؟ اشمر واجي ولا ايه؟ يا باشا نبعت لحد البيت، ليه تيجي ليه؟ ده احنا نبعت لحد من البيت والله. يسلم ايدك. شكرا لذوقك. طمنا عليك انت، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اخبار الطبخ معاك ايه؟ 100 100. منك كتير. اي خدمات تحت امرك اخوك موجود. الله يبارك لك يا رب. شكرا لذوقك. شكرا يا فندم، تسلم يا فندم. ياسمين هانم. ياسمين هانم. طيب ساره هانم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ساره؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا جميله؟ عامله ايه؟ انا مش مصدقه ان انا بكلمك. انا ربنا اول مره. ربنا يعزك، شرف لي المكالمه ومتابعه والله. اي حاجه. تسلمي. إيه انا مش عارفه اقول لك ايه والله. ولا حاجه، اخوك تحت امرك في اي وقت. انت محترم جدا. شكرا. وكان فعلا عم لعيالنا او خل عيالنا بحنيته وطيبته. ربنا يديم المحبه دول اولادنا كلنا. ولادي بيموتوا فيك. بص فوق ما تتخيل يعني. انا اولادي عندي ايفل 99. تشوفوهم ان شاء الله احسن مننا كلنا ان شاء الله يا رب. وبص ونفسهم نفسهم يبقوا مع حضرتك. ينوروني ويشرفوني والله. حاضر. طيب ينفع تكلم بلال؟ طبعا اديني بلال. الو ازيك يا بولا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل انت ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله. عندك كام سنه؟ 8 9. ما شاء الله. طمنا على المطبخ، اخباره ايه؟ بتطبخ كويس ولا نص نص؟ بقف جنب ماما. جدع شاطر. عندك كام سنه قلت لي؟ 7 سنين. ما شاء الله عليك. طب يلا بقى حضر طبق حلو كده مع ماما وتشطر فيه واحفظه كويس عشان تيجي على طول مع بعض حلقه كويسه. ماشي؟ حاضر. يلا حبيبي ربنا يحضرك الخير، بس انت عارف شو المسابقه. السلام عليكم. ازيك يا ازيك يا سيف، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ ايتن. ايتن، اسمك جميل يا ايتن. عندك كام سنه؟ 9 سنين. ما شاء الله. هتجينا المسابقه ولا لا؟ اه. طب انا عايزك بقى تحفظي طبق كويس وناكل خضار وفاكهه كويس وتعلمي بليله اخوك كويس كل حاجه وتنوريني ان شاء الله. حاضر. ماشي الكلام؟ ابقى اشكرك. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليك. طيب هقف عند الجزئيه دي. الكبده مستويه وتمام التمام، الرز خلاص ان شاء الله بيتبخر. عندي اخر فاصل لحضراتكم وبعد الفاصل ان شاء الله الوصف. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب خلاص اقل من 5 دقايق ونمشي على طول. الرز ما فيهوش حاجه، معلقه صلصه طماطم اديته لون لطيف، تبهيره حلوه، وحبه ورق غار، وحاجات موجوده عندنا في البيت وبكل بساطه. طب ايه اللي ممكن احط تاني؟ يمكن حضراتكم بتاخدوا بالكم شويه، انا بحب البصل المحمر جدا مع الحاجات دي. دي طعم حلو جدا جدا، نقدر نستفيد بيه، نقدر نعمل ده، هيبقى اكيد تيستو عالي جدا وهو ده المطلوب، يعني نجود في المعقول.
مكسرات حسب اللي موجود برضو موجود عندنا تمام مش موجود تمام. الكبده خلصانه ولكن ممكن اعمل حاجه لما قطعتها بصراحه لقيت فيها سنه شايف يا فندم الشريحه كمان ثانيه سريعه كده لان قطعتها لقيت فيها لسه محمره بشويه فرش كده بس سريعه كده اهو بس شكرا على كده. الكبده زي حكم شيء حبة مكسرات لو متوفرين حبة بصل محمر في العسل بس على نفسنا الكلام ده نجيب بقى صاحبنا اللطيف اللي بقاله حبة في الفرن ونشوف حكايته ايه. 15 دقيقة للتتر يعني كمش يعني نختم كام ربع ساعة تمام ميرسي جدا خلاص حاضر هنخلص خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ايه بقى الكلام اتفضلوا كده معانا ونشوف الحكايه. الفرن عشان بقاله كتير زي ما حضراتكم شايفين في حاجات نتكلم عنها وفي حاجات بتتكلم عن نفسها انا بس سايب الكاميرا تستمتع مع حضراتكم بالتفاصيل ونشوف كل حاجه موجوده قدام حضراتكم عملناها بالتفاصيل واحده واحده. الحشو بص بعمل كده بص بعمل ايه شايف الحشو عامل ازاي شايف الزبده اللي تحت الكفر طيب تعال نشوف ونعرف قبل ما نغرف اعرف الديك الرومي ده استوى ازاي. طب ممكن معلقتين سمنه يدوني اللون ده على فكره وارد وممكن لو حطيت رشه مش عارف ايه تديني اللون ده وارد والفرن بيساعدني. اول حاجه بنعرفها من التسويات اول حاجه لما بنلاقي بص كده يا فندم معايا العظمه دي بدات تبان كده تمام واجي لما اكد ما احطش هنا السكينه في الصدر لا احط في اصعب حته ممكن تسويتها صعبه بص كده يا فندم كده واجي ارفع السكينه اشوف مطرح السكينه شايف يا فندم لو نزل ميه بيضة يبقى لسه نص سوا لو نزل ميه حمراء يبقى لسه ما استواش ما نزلش خالص لو حضراتكم شايفين كده شايف يبقى كده احنا ايه في مرحله التسويه الولدن او التسويه الكامله. بص كده يا فندم معايا شوف شوف شايف انا مش عايز ابوظ بس تمام. طيب تعال نتكلم تاني على الكفر ده بقى بص العضمايه هنا يعني لو انا عايز اشيل كده سما شايف المكان ازاي لو انا عايز اعمل كده بص 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 شوف بعمل ايه شايف العضمايه لو عايز اخلعها كده سخنه جدا طبعا بسم الله معايا يا فندم معلش الحاجات دي مش بتتعمل كل يوم. ادي عظمية الديك الرومي. مفيش كلام تاني يعني ما نتكلم نقول ايه في التسوية تاني، بص طلع عاملة ازاي؟ شوف أصبح إن الديك الرومي هنا مخلي، بص يا فندم، بص بقى بعد ما خلينا العظماية شوف بقى الزبدة لو حضراتكم فاكرينها بص الملامح من جوه عاملة ازاي؟ شامم الريحة يا فندم، شوف المنظر، شايف الحشو، فاكرين الحشو؟ شوف شوف البطاطساية الحلوة دي عاملة ازاي؟ شوف شوف هتقطع معايا ولا لا؟ الحاجات دي مهمة جدا جدا نتكلم عنها. طب شايف لو حابين نقطع أقول لك مش دلوقتي، إمتى؟ عايز أقطع الديك الرومي الحلو ده إديله بس ربع ساعة نص ساعة يبرد شوية. طب مش هيبقى لا هو لازم يتقطع وهو بارد عشان نقدر نقطع زي ما إحنا عايزين. والتقطيع سهل يعني أنا خليت عشان أوريك لكم التسوية أنا ممكن أسيب دي بتساعدني في التقطيع جدا. بس احنا كده ممكن واحنا بنقطع هاخد بالسكينه كده في النص مش عايز ابوظ الشكل والله وابدا هاخد الصدر لوحده واطلعه يبرد وهنا يبرد لوحده ولو عايز اخليه كله باذن الله هيبقى سهل جدا. طيب عايز اامن بقى بص 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 بص, بص. شايف المنظر التسويه عامل ازاي؟ شوف طيب يلا بينا خلاص عشان ما اخرش على حضراتكم نبدا نعمل ايه؟ نرفع على الرز ونقفل انا بس كان مهم جدا عندي اوضح لحضراتكم التفصيله بتاعت التسويه ومهم جدا عندي اهم التسويه بصراحه واهم من الطبخ التفاصيل اللي عملناها في الاول خالص من المحلول ومن بيتنا الديك الرومي والتفاصيل كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السخونيه هنا بقى قلق بسم الله نبدا بس قبل ما نشيل الديك الرومي وطبيعي عشان بس نبقى واضحين ما نحركش حاجه هو سخن كده عشان هيكسر مننا وانا عارف ان هيكسر بس انا بحاول على قد ما اقدر بس ايه عشان الحلقه تبقى واضحه كل شيء فلازم اقفل ده اوسع كده بص بعمل ايه حتى المعلقه مش خشب عشان ما تبوظش الدنيا سكريبر كده حاجه بص بعمل ايه كني فاهم كده
اللي هعمله ده يعني مش عايز حضراتكم تعملوه، معلش انا اسف بكلم بصراحه. بسم الله. شكرا. سخن جدا، ما ينفعش نعمل كده، بس لازم انا اوضح كل الامور لحضراتكم بكل التفاصيل زي ما حضراتكم شايفين كده، ولا اكتر ولا اقل. بس اجيب بقى عندي بقى ايه جرنش، بصل المحمر على الوش كده، الكبد اللي متشوحه وكانها اسكندراني كده، حبه مكسرات ما يكونش فيهم قشر كده، تمام تمام، وبكده يكون خلاص الموضوع خلص. طب في حاجه تانية اقول لك؟ لا بس انا والشيف اهو النهارده عندنا الحلقه كلها طبق واحد، بسم الله طبق واحد لحضراتكم، طبق ديك رومي برز بالخلطه بمنتهى البساطه، واتكلمت مع حضراتكم في التسويات والتنظيف، وده اهم شيء بالنسبه لنا، كل الباقي كله ان شاء الله سهل، ولكن التفاصيل دي بس انا بحب اوضح كل شيء لحضراتكم بكل حاجه. والهنا والشيف هشوفكم ان شاء الله في حلقه بكره ان شاء الله، لو لينا عمر بكره عشان بس تفتكروا بكره الاربعاء ان شاء الله عندنا حلقه مسابقه، ولكن بكره ان شاء الله مسابقه المحاشي المصريه، هيبقى بكره عندنا ان شاء الله امهاتنا ربنا يحفظهم جايين كل واحده فيهم من كل مكان مختلف يعملوا لنا اكله محشي حلوه على مزاج، بس اكله مصريه 100% ان شاء الله بكره. فتعالوا بقى بكره نتعلم من امهاتنا حكايه المحشي، ومن كل محافظه وكل مطبخ بيعملها ازاي. بكره ان شاء الله نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.